السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المشهد السوداني، والتي تأتيكم بعنوان مؤتمر الحراك الوطني وآخر المستجدات، ونناقش فيها تحليل جانب من المؤتمر الصحفي لقوى الحراك الوطني حول الآلية الثلاثية والراهن السياسي، ونناقش خلافات حزب الأمة القومي وآخر مستجدات الأزمة السياسية، ونناقش أيضا رسالة السودان إلى مجلس الأمن وتصريحات الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان. فأهلا بكم. ولمناقشة هذه المواضيع ينضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ العبيد مروح الدبلوماسي السابق والكاتب السياسي. مرحبا بك أستاذ العبيد. مرحبا بك أستاذ ناجي ومرحبا بمشاهدك الكرام. نعم أستاذ العبيد، اليوم كان هناك مؤتمر صحفي لقوى الحراك الوطني وتحدثت فيه في عدة قضايا سياسية التي تهم الراهن السياسي، ومن ضمن المتحدثين كان التجاري السياسي رئيس قوى الحراك الوطني، تحدث أن الوضع في السودان الآن وضع خطير. فدعنا نشاهد تحديدا ما الذي قاله في هذا المنحى، ومن ثم نعود لمناقشة حلقة اليوم. نصحنا القوى السياسية المختلفة والمدنية وحتى الجانب العسكري بأن هذا الوضع الراهن وضع خطير، والدليل على أن هذا هنالك استقطاب حاد هذه المؤتمرات الصحفية التي تشهدها الآن الساحة السودانية في خلال يومين في أكثر من 5-6 مؤتمرات صحفية ولقاءات، وفيها تباين كثير جدا، جزء إقصائي وجزء يعني فيه الكثير جدا من التحميل على فئات سودانية أصيلة. وصحيح إلى الآن في هذه المؤتمرات وخلال هذه اللقاءات اللغة هي لغة الحوار، ولكن أخشى وفي ظل هذا الاستقطاب الكبير أن تتحول هذه يعني السيدة تجاني السياسي تحدث عن وضع خطير، وتحدث أن هنالك يعني استقطاب حاد جدا، والدليل على ذلك هذه اللقاءات الصحفية العديدة، وأن هنالك إقصاء لبعض المكونات وكذا. البعض يقول أن يعني السيدة تجاني السياسي من خلال رأسه لقوى الحراك الوطني لبعض مشاركتهم في الحوار الذي أجري أو اللقاء التشاوري الذي كان في السلام روتانا، فهم برروا يعني او اعطوا جرين لايت للاليه في ان يعني انتم خلاص راضين الحوار وكده، بعد ذلك ما تنتظروا مخرجات وزي ما سمعنا منكم نستمع لناس ثاني. بماذا تعلق؟ لا، هو توصيفه للوضع الراهن باعتبار انه وضع خطير توصيف دقيق انا اعتقد. نعم. وهي الحقيقه الازمه متصاعده منذ 11 ابريل 2019 تاخذ اشكال مختلفه، لكنها الان تبلغ الذروه، وغالب المحللين والمراقبين يتوقعوا أن إما يحصل انفجار بنهاية هذا الشهر، انفجار يعني في الوضع بشكل عام، أو يتم ترتيبه على نحو بعد ذاك يعني يبدأ الأمور تعود إلى وضعها الطبيعي، لأن الأزمة بلغت ذروتها سواء كان بين المكونات السياسية المختلفة أو بين حتى داخل كل مكون من المكونات. نعم. والسبب الأساسي في الحكاية دي وهو أشار له في المؤتمر الصحفي هو التدخل الخارجي الكثيف في شأن الداخل السوداني، وكذلك تفتت القوى السياسية وعجزها عن أن تلملم أطرافها أو أن تتفق على آليات حوار. هو أشار في المؤتمر الصحفي لنقطة مهمة أن الحوار لم يبدأ بعده، هذا صحيح. جلسة اليوم الأربعاء السابق في السلام روتانا كانت جلسة إجرائية بمعنى تحديد موضوعات الحوار وميكانيزماته وكيفية إدارته وكذا، وتم الاتفاق على قضايا اصلا هي تم تبنيها من قبل من قوى الحراك الوطني، اللي هي ان يكون الحوار سوداني سوداني. طبعا الاليه الثلاثيه تقول انها هي تكتفي بدور المسهل للاطراف السودانيه لكي تتحاور، لكنها في الحقيقه هي تتحكم حتى الان يعني. نعم. فهذا هو المشهد يعني الذي وصفه دكتور تجاني السياسي رئيس قوى الحراك الوطني وصفا دقيقا اليوم، وصفه كذلك المتحدثون معه. نعم، استقطاب حاد، ودلالة على هذا الاستقطاب هي وجود أكثر من مؤتمرات صحفية ولقاءات هنا وهناك وإقصاء لبعض القوى السياسية، هو الذي جعل تجاني السياسي يقول أن الوضع الراهن خطير. يعني هل هنالك فعلا هذا الاستقطاب الحاد؟ هل ترون أن هنالك استقطاب حاد الآن في المشهد السياسي؟ نعم، ما في ذلك شك، لأن هو في المؤتمر الصحفي دكتور تجاني السياسي تكلم عن أنه القوى السياسية السودانية كأنها قسمت المجتمع إلى ثلاثة مجموعات، يعني مجموعة سوبر، هو يقصد طريقة تفكير قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي،
فهي تعتبر نفسها القوى السوبر يعني السوداني كامل الأهلية السودانية، وتعتبر نفسها كذلك أن الآخرين أقل منها، وبالتالي هم دور في تشكيل مستقبل في كيفية إدارة الفترة الانتقالية ومستقبل السودان هو أيضا دور منقوص. هو صنفهم إلى أربعة إلى ثلاثة مجموعات، يعني الحرية والتغيير ألف مجموعة أولى، الحرية والتغيير باء المجموعة الثانية، القوى التي شاركت النظام السابق المجموعة الثالثة. ونسي أن يضيف النظام السابق نفسه، منسوب النظام السابق نفسه. إذن الحرية والتغيير المجلس المركزي تقسم السودانيين إلى أربع مجموعات، كل قسم هو يقل في سودانيته من القسم الآخر، وبالتالي يقل في حقوقه كمواطن سوداني له الحق في اختيار أو المساهمة في رسم مستقبل بلده. ما في أزمة أكثر من ذلك، يعني هذا هو لب كثافة الأزمة. وحينما تشعر ثلاث قطاعات معتبرة أو كبيرة أو الأكبر في الحقيقة من المجتمع السوداني أن سودانيتها وأن أهليتها وأنها يعني ناقصة أو منقوصة بفضل طريقة تفكير وسلوك طرف رابع يعتقد أنه هو السوبر، فمعناها هنا يعني أنت تؤسس وتجذر لأزمة يمكن أن تؤدي إلى انفجار في البلد وتطيح به بأمنه وسلامه واستقراره. نعم أستاذ العبيد، التيجانسيس أيضا تحدث أنه إن لم يستمر الحوار الذي بدأت يعني اجتماعاته الفنية في السلام الروتاني، يجب على البعثة أن تقادر السودان فورا باعتبار أنها ليست محايدة وأنها يعني ليست لا تنظر إلى الأمور السياسية من منظار كبير أو من منظار محايد. تعالوا نشاهد ما الذي قاله في هذا الاتجاه. حاجة دار اختم بها برضو، الآن الحوار اللي بدأ اللقاء اللي بدأ في الروتانا هو لازم يستمر، لأنه جاي من الأمم المتحدة، الثلاثة منظمات الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والإيجاد، وهو قال أجل لإشعار آخر. طبعا الناس قالوا لي أجل غير مسمى، ما صح طبعا، لإشعار آخر، لكن لازم يستمر. طيب إذا ما استمر بيقضع في مصداقية هذه المنظمات، ولا هذه المنظمات الثلاثة أن يستقيلوا ويغادروا البلد، لأنهم يمثلوا مجلس الأمن ومجلس الأمن والسلم الأفريقي والإيجاد. إذا فشل اللقاء التقني ده عليهم أن يغادروا، وخلاص ما عندهم مصداقية. طيب يعني الدكتور السيسي يعتقد أنه إن لم يستمر الحوار الذي بدأت إجراءاته واجتماعه الأول في اللقاء أو في فندق السلام روتانا، وجمعت له الأحزاب السياسية التي لبت النداء للنظر في كيفية يعني المواقيت وما يجب أن يناقش وما إلى ذلك، إن لم يكن فهذا يقضح، تحدث التيجاني السيسي، في يعني مصداقية المنظمات الثلاثة اللي هي المنظمة الأممية الأولى، الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الإيجاد والاتحاد الأفريقي، وأنه إن لم يكن ذلك فيجب عليها أن تغادر السودان. دبلوماسيا هل تعتقد أن هذا الأمر إن لم يتم، يعني إن لم يلتئم اجتماع آخر لهذه الآلية، هل هكذا دبلوماسيا يعني أنها فشلت أو أنها ليست محايدة وأنه فعلا يجب عليها أن تغادر البلاد؟ هو من حيث كونه دليل على أنها فشلت ما في ذلك شك، لأنها هي التي تبنت، هي التي نظرت لهذه الفكرة من الأساس، هي التي رسمت لنفسها دورا وادعت أنه دور مسهل للحوار ومحايد من جميع الأطراف. وهو انتقد، وانتقده في مكانه، انتقد دور الأمم المتحدة على وجه التحديد كونها يعني تقسم السودانيين وتقرب جزء منهم وتبعد جزء آخر، وهذا هو ليس دور الأمم المتحدة. هذا يمكن أن يكون دور بعثة سياسية أو بعثة دبلوماسية أو سفارة دولة ما لها أصدقاء أو لها محبين، هذا موضوع آخر. لكن الأمم المتحدة يفترض أن يكون كل الشعب السوداني هو يعني محبب إليها وهي تخدمه كلها، والسودان دولة عضو في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأفريقي وفي الإيجاد. فإذا فشلت إجراءات أو تحويل الجلسات الإجرائية للحوار الذي بدأ بالسلام روتانا إلى حوار حقيقي بين القوى التي تشارك وترغب في المشاركة فيه، على هذه الأطراف الثلاثة أن تنسحب من كونها تريد أن تسهل الحوار. طبعا هنالك فرق بين أن تكون هي تنسحب من الساحة السياسية ومن دور مسهل الحوار، وبين أن تنسحب من السودان. تنسحب من السودان هي ليس مطلوبا أصلا. الأمم المتحدة موجودة في السودان ولها منظماتها موجودة وتعمل في المجالات المختلفة،
وكذلك الاتحاد الافريقي وكذلك منظمه الايجاد. فوجودهم في السودان وجود طبيعي بالحوار او بغير الحوار، هم من تلقاء انفسهم او من دفع من قوى دوليه واقليميه تصدوا لهذه المهمه، ما دام فشلوا فيها فليتنحوا عنها ويتركوا السودانيين يديروا يشكلوا هم الياتهم بانفسهم ليديروا حوارا بينهم يفضي الى اتفاق على طريقه تسير ما بقي من الفتره الانتقاليه. نعم، ان يتكلم التجاني السيسي أن هذا يعني أن الأمم المتحدة إن لم تستمر، أن هذا يعني أنها لا تنظر إلى الأمور من عين الحياد، وإنما لديها بعض الخيار والفجوز، خلينا نستخدم هذا المصطلح يعني. هل تتفق معه في هذا الأمر؟ وهل فعلا أن يعني يجب على الآلية أن تتعامل مع كل أصحاب المصلحة في السودان وليست جهة معينة؟ أنا أتفق معه 100%، وأنا كتبت هذا في مقالات متعددة منذ عام تقريبا، أنا أكتب عن هذا، وأنا كنت أشكك وأستدل بالوقائع على الأرض من أن الأمم المتحدة لا تمارس دورها كجهة محايدة تربطها تحتفظ بنفس المساحة بين جميع الأطراف السودانية. هي ليست معنية بتصنيف السودانيين مع أو ضد أو كذا، تتعامل مع السودان كله كوضع. طبعا البعثة كانت تتحايل على هذا الأمر بطرق مختلفة وتسلك السلوك الذي الآن يعني بان أنه خاطئ. فأنا أتفق معه في هذا التصنيف، وأعتقد أن سوء الإدارة على مستوى رئاسة البعثة الأممية البعثة اليونيتامس على وجه التحديد هو الذي أوصل الأمور إلى هذه المرحلة. ولطالما نبههم كثيرون يعني من المراقبين ومن الكتاب ومن الناصحين ومن الذين التقوهم أن يحتفظوا بمسافة واحدة بين جميع الأطراف السودانية. الحديث عن أصحاب المصلحة هو نفسه جزء من التحايل، لأن من هو صاحب المصلحة؟ كل السودانيين أصحاب مصلحة. فأنت حينما تضع يعني وصفا كهذا وتسمي بعض السودانيين أصحاب مصلحة وآخرين غير أصحاب، معناها في آخرين غير أصحاب مصلحة، طيب معناها أنت ما 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 محايد. فمجرد وضع وصف أصحاب مصلحة هم المعنيين بالحوار، هذا هو أول الخطأ، وهذا هو عدم الحياد، أكبر دليل على عدم الحياد. نعم، يعني فشل هذا اللقاء، هل تتوقع فعلا أن تنسحب اليونيتامس من المشهد كمسهل للحوار السوداني؟ هم طبعا حيتحايلوا، هم يعني طبعا القرار مجلس الأمن 2025 وتعديلاته التي تم التجديد بها، أقصد 25/24 والتعديلات التي جرت عليه عند التجديد بالمرة العام السابق والتجديد التقني الذي تم في بداية هذا الشهر، كله يعني أن هذه البعثة موجودة بطلب السودان وبرضا كل مجموعة مجلس الأمن الدولي. فيغادر السودان، لأن البعثة هي دورها ليس سياسي بس، البعثة مشكلتها الأساسية أنها تخلت عن أدوارها الأصيلة الأخرى، الدور المتعلق بتركيز السلام ودعمه في السودان ويجعله شاملا، والدور المتعلق بالمساندة الاقتصادية للأوضاع في السودان، والدور المتعلق بالتعداد السكاني الذي يمهد للانتخابات، والدور التقني المتعلق بالدستور الانتقالي والدستور الدائم وخلافه. كل هذه تخلت عنها البعثة تماما، لم تنجز فيها شيء، وقصرت دورها على الدور السياسي، والآن نراها تفشل في الدور السياسي. إذن هذا أكبر دليل على أنها فشلت، ومن بعد ذلك يحق للسودان أن يطالب مجلس الأمن بسحب هذه البعثة كونها فشلت في جميع الأدوار التي أوكلت لها. نعم، هل تتوقع أن يقبل المجلس هذا الطلب؟ إذا السودان طلب يقبل المجلس، لما لا يقبل؟ لأن السودان هو الكرة في ملعب السودان، الإرادة الوطنية السودانية هي التي تقرر أن تبقى هذه البعثة أم لا. السودان يعني الإدارة والسلطة الحاكمة الآن في السودان لا ترغب في تصادم أو في مصادمة مع مجلس الأمن بشكل مباشر، لكن إذا ما فشلت البعثة في دورها من حق السودان أن يطالب بذهابها. نعم، أستاذ، أيضا التجاني السيسي تحدث أنه أو انتقد بشكل صريح صمت المكون العسكري عن التصريح لما دار بينه وبين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي فيما أسماه القرف المظلمة، وطالب يعني العساكر بأن يخرجوا وأن ينوروا الشعب السوداني وأن يبينوا ما الذي دار في هذه القرف المظلمة. دعنا نشاهد ما الذي قاله في هذا الاتجاه. المكون العسكري يا جماعة، احنا برضه نكون واضحين، اخواننا في المكون العسكري كثيرا ما ذكروا انهم هم لن يقبلوا الا بالحل الشامل، والاخ رئيس المجلس ذكروا في خطابه الاخير
كان عندهم اجتماعات مع الحرية والتغيير. الحرية والتغيير أصدرت بيانات كثيرة جدا، كلامهم صح غلط ما عارفين. الجهة الوحيدة التي يمكن أن تصرح وإحنا نوازن ونعرف الحصل شنو في الاجتماع ذاك هي الجانب العسكري، والجانب العسكري الآن لزم الصمت. إحنا نطالب الجانب العسكري في أن يورونا الحصل شنو في اجتماعكم مع الحرية والتغيير. إحنا جزء من هذا الوطن ونحن فاعلين في شؤون هذا الوطن. لما قلنا إحنا مش عن إحنا الحراك وبس، كانوا عن الشعب السوداني، خلي الشعب السوداني. نعم، كما أشرنا أنه انتقد يعني السيد سيسي انتقد صمت المكون العسكري، ولم أنه لم يصرح حتى يعني تحدث، قال أنه ما في زول عارف كلام قحط قالته ده صح ولا غلط، وما في زول ممكن يكذب أو يصدق الكلام غير المكون العسكري. ترى لماذا يصمت المكون العسكري يعني في تقديرك؟ لماذا يصمت ويجب عليه أن يتحدث وهو الذي كان يتحدث ويملأ الدنيا يعني حديثا؟ والله ربما يعود هذا لطبيعة العقلية العسكرية. يعني نحن كنا حينما كنا يعني نعمل في الأجهزة الإعلامية ويعمل زملاء لنا في الأجهزة الإعلامية في المؤسسات العسكرية، يعني بعض المواد التي يطلب نشرها تأتي مروسة على ورق سري للغاية، هو بيان مثلا ومكتوب عليه سري للغاية. فهذه يبدو أن هذه هي العقلية التي تعتقد أن كل شيء هو سري للغاية في وقت لم يعتنى لك شيئا سريا للغاية. نعم، كان ينبغي هنا المجلس هم المكون العسكري لا ينبغي أن يتصرف كعسكري، ينبغي أن يتصرف كسلطة سياسية موجودة ولها فعل سياسي ومن حق الرأي العام عليها، والدكتور تجاني أشار لهذا وهو محق في ذلك. من حق الشعب السوداني أن يعرف ما الذي حدث. الآن نحن في رواية من طرف واحد، يعني تتحدث مجموعة المجلس المركزي والحرية والتغيير أن الذي حدث هو كذا ولا كذا. أنا قرأت تصريحا لا أدري مدى دقته، منسوب إلى السفير السعودي، أنه قال يعني من الذي طلب اللقاء أصلا، أن الحرية والتغيير هي الذي طلبت. لكن على كل حال هو يعني تقرير يعني لا يلقي كامل الضوء على الذي حدث. فحديثه أن المكون العسكري يتعين عليه أن يصارح الرأي العام ويصارح الشعب السوداني بحقيقة ما حصل وتفسيره لذلك، أهم من حقيقة ما حصل هو تفسيره لذلك. لأنه وكما أشار هو كذلك، يعني قبل الانطلاق الحوار بعدد من الساعات ظهر رئيس المجلس العسكري، وكنا نعلق على ذلك في حلقة الأربعاء الماضية، بزيه المدني وقال نحن ندعم هذا الحوار الذي تتبناه الآلية الثلاثية وسنسهل له كي ينجح. طيب أنت هنا كنت تقول ذلك، معنى ذلك أنك تضع كل ثقلك السياسي وراء هذا العمل، ثم هنالك عمل جانبي. هل العمل الجانبي هو مطلوب لدعم عمل الأصلي أم ذلك هو الأصل وهذا هو؟ هنا تثار الأسئلة في أذهان المراقبين وفي أذهان الرأي العام، ويتعين على المجلس العسكري وعلى المكون العسكري أن يوجد إجابات على هذه الأسئلة. نعم، البعض رأينا يعني في الفيسبوك وفي غيره من المنصات التواصل الاجتماعي يتحدث أن الولايات المتحدة هي التي استخدمت العصا والجزرة في التقريب ما بين قوى المجلس المركزي والمكون العسكري، ولذلك ربما يلزم المكون العسكري الصمت أنه لا يريد أن يتحدث في هذا الوقت. هل تتفق مع هذه المقولة التي يعني تقول أنهم جاءوا للحوار من خلال العصا الأمريكية؟ لا، هي العصا الأمريكية، هم كانوا جزء من الأدوات الأمريكية في الضغط على بقية المجتمع السوداني. هنا نتكلم عن مجموعة المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير. الخارج بشكل عام والخارج، وأنا أقول هذا الكلام باستمرار، الخارج الدولي والخارج الإقليمي الذي تشكل باختصار في اللقاء الذي جمع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية في منزل السفير السعودي، هذا الشكل المختصر هو يلخص لك الحالة في السودان، أن الوضع في السودان متنازع، ليس له صاحب واحد، ليس له سيد واحد، هنالك عدة أسياد، هنالك سيد يعني سيادة مبعثرة منتقصة لدى مكونات سودانية مختلفة، هنالك نصيب إقليمي في السيادة في القرار الوطني، أنا أتحدث عن القرار الوطني، وهنالك نصيب دولي في هذا. فالولايات المتحدة والإدارة الأمريكية يعني تستخدم العصا تجاه الجميع، والجميع هنا من المكونات السودانية.
سواء كان المكون العسكري تستخدم عليه الضغط أو القوى المدنية. هي تخشى طبعا أن إذا تدحرجت أو تحركت آلة الحوار التي بدأت في السلام روتانا وبقيت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي خارج هذا أن تفقد هؤلاء المؤيدين لها. هم أنا بالنسبة لي هؤلاء أدوات بالدرجة الأساسية في يد القوى الدولية والدول والقوى الإقليمية. وبالمناسبة ياسر عرمان في حواره في مؤتمره الصحفي وحواره يتحدث عن هذا، قال نحن لا نريد أن نخسر ثقل السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية. هم في الحقيقة يعني يستخدموا كعصا تجاه الآخرين، وطبعا الولايات المتحدة أيضا جزرتها التي تريد أن تنجز هذا العمل. فالخلاصة أن هنالك عصا وجزرة أمريكية وإقليمية تستخدم تجاه جميع المكونات السودانية. أنا بتقديري ليس هنالك طرف سوداني يعني كامل السيادة في قراره دون أن يأخذ في الاعتبار بدرجة كبيرة النفوذ الخارجي، وهذا أمر مؤسف طبعا. نعم أستاذ، أيضا هنالك حديث لإبراهيم الشيخ يعني تحدث فيه، هو إبراهيم الشيخ قيادي في الحرية والتغيير المجلس المركزي، يتحدث أن المملكة العربية السعودية منذ الوهلة الأولى لوقوع الانقلاب مهتمة بتداعياته وحريصة على عودة المسار الديمقراطي. يعني هل هذا صحيح؟ يعني هل المملكة العربية السعودية أقرب إلى المكون المدني في قوى الحرية والتغيير منها إلى المكون العسكري؟ هو لو قال أن المملكة العربية السعودية منذ وقوع الانقلاب في 11 أبريل 2019 هي أقرب إلى المكون المدني أو إلى الأطراف السودانية المختلفة لكان قوله صحيحا، لأن التغيير الذي حدث والانقلاب الذي حدث في 11 أبريل 2019 كان تغييرا أو انقلابا مدعوما بالقوى الإقليمية والقوى الخارجية بالمحور بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبالمحور الإقليمي المساند لها. وهنا نتحدث عن 4 دول لطالما ذكرناها، يعني إسرائيل وعن مصر وعن السعودية وعن الإمارات بدرجات مختلفة. فالتدخل الخارجي أو التأثير الخارجي سواء كان من هذه الدول أو من الدول الغربية في شأن السوداني مؤكد. لكن هنالك نقطة مهمة جدا في هذا الحديث، القول بالمناسبة القول بأن كل هذا التدخل الخارجي لسواد عيون السودانيين ولدعم التحول الديمقراطي في البلد هو نوع من الغش أو نوع من التسويف أو نوع من تبسيط الأمور أو نوع كما يسمونه من السواق بالخلا كما يقال. الاتفاق العملي، أنا أتحدث عن الخطوات العملية، الاتفاق العملي أن المحور الأمريكي وشركائه الإقليميين كلهم ليسوا مع التحول الديمقراطي في المنطقة كلها، والتجارب العملية تشهد على ذلك. بالعكس، حتى التجارب الديمقراطية التي بدأت تتحرك في الإقليم في المنطقة العربية، وهنا أتحدث عن يعني نتاج ثورة الربيع العربي، تم وادها بفعل هذا المحور. فليس هنالك طرف حريص على تحول ديمقراطي في السودان، والجواب يتفق عنوان، يعني هل هنالك ديمقراطية ورأي آخر وتعددية وخلافه في هذا الإقليم؟ أنت تتحدث عن حالة واحدة ديمقراطيتها مزيفة، هي إسرائيل، لأنها قائمة على قهر وقمع الشعب الفلسطيني واحتلال أراضيه، وبعد هذا الغرب يرضى عنها ويدعمها بالسلاح وبالمال وبخلافه. فأي حديث عن حرص إقليمي ودولي على تحول ديمقراطي هو ذر للرماد في العيون لا أكثر. نعم أستاذ، أيضا هنالك حديث أن هنالك دور للإدارة الأهلية وأنها رقم صعب لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. في هذا الاتجاه كان هنالك حديث للمك قبيلة الجموعية عجيب الهادي، تحدث فيه أن دور الإدارة الأهلية، يعني خلينا نسمع ما الذي قاله تحديدا في هذا الاتجاه. الإدارة الأهلية على صعيد الوطن قدمت ومعها الطرق الصوفية قدموا مبادرات عديدة، أخيرها مبادرة الطيب الجد، الرجل الصوفي المعروف، قدموا مبادرات من أجل هذا الوطن. فلا يعقل بهذا الكم الهائل وهذا المخزون من السلام والتواضع والمعرفة إنه يكون في صفة المراقب لهذا الحوار. هذا العمل مفروض جملة وتفصيلا، وكون يكون شركاء في هذا الحوار أصيلين فيه.
الإدارة الأهلية كما تحدث علمك أنها رغم صعب ولا يمكن تجاوزه، هل تتوقع أن يتم تجاوز الإدارة الأهلية في التسوية السياسية التي تجري الآن؟ طبعا هو يتحدث، أنا تابعت المؤتمر الصحفي كله، وهو يتحدث عن أن الجهة الآلية الثلاثية التي نظمت اللقاء التقني في سلام روتانا يوم الأربعاء الماضي كان ضمن ترتيباتها تريد أن تضع الإدارة الأهلية والطرق الصوفية في دور المراقب، يعني لا يكونوا شركاء أصيليين. وقوى الحراك الوطني تعترض على ذلك ومعها حق في ذلك. ما في شك أي مراقب للشأن السوداني يؤمن تماما ومن ناحية موضوعية أن الإدارة الأهلية والطرق الصوفية بانتشارها في جميع أنحاء السودان وبتأثيرها على أبنائها من المتعلمين ومن غيرهم هي لها دور فاعل في الفعل السياسي. صحيح هي لم تظهر بهذه اللافتة وبهذا الوجه يعني على سطح السياسي بشكل عام، لكن تأثيرها لا تغطيه عين. فأي طرف يريد أن يرتب لحل شامل وحل مستدام في السودان لا ينبغي عليه أن يتجاهل لا الإدارة الأهلية ولا الطرق الصوفية. أي دور ينبغي أن تلعبه هذا يفترض أن يكون متفق عليه ومقنن بالاتفاق مع رموزها ومع المجتمع المدني لكي يكون يقال أن كل هذا، يعني أنت لا يمكن أن تأتي بقلة من الناشطين السياسيين وتعطيهم دور ومنصة وحديث وصوت وتتجاهل دور الإدارة الأهلية باعتبار أنه هي يعني على هامش الحدث. هذا نوع من التطفيف في الكيل لا ينبغي أن يستمر. نعم، تحدث المك عجيب الهادي أن يعني إذا تم إقصاء الإدارة الأهلية وإعطاء صفة مراقب هي عندها قدرة على إفشال الحوار الذي يدور الآن. هل تتوقع أن يعني تتم أو تستطيع أو هل فعلا تستطيع الإدارة الأهلية أن تفشل الحوار الذي يجري الآن؟ وكيف لها أنت بعد ذلك؟ هو طبعا لا ينبغي أن نصل إلى هذه المرحلة، ما هو نحن يعني الجلسة التقنية لم تكتمل بعد. نعم. وأنا أتصور أن جلسة استئناف الحوار التقني ينبغي أن تحسم هذه الأمور. أنت لا تريد طبعا قوى الحرية والتغيير، هو صاحب الموقف الأصيل في هذا هو من؟ هو بالمناسبة جماعة المجلس المركزي هو الحرية والتغيير، وهم يدعون أن الآلية الثلاثية، وقالوا هذا، الآلية الثلاثية تريد أن يعني أن تكثر طبعا بضغط من قوى، يعتقدون أن هذا بضغط وتأثير من المكون العسكري، يريدون أن يكثروا عدد المحيطين بطاولة الحوار وبالتالي أن يتقلص أثر الغور الحرية والتغيير المجلس المركزي يعني في الأصوات. والأمر لا ينبغي أن يحسم بأصوات الأقلية والأصوات الأكثرية، ينبغي أن يحسم عن طريق التراضي، والتراضي أن تتنازل أنت من شيء وأتنازل أنا من شيء لكي نصل إلى مرحلة في الوسط. فالإجابة المباشرة على سؤالك، ما في شك في أن الإدارة الأهلية لديها القدرة في التأثير السالب على الحوار إذا ما تم عزلها وإقصائها، لكن أنا لا أتمنى هذا التأثير السالب. طبعا إفشاله أم غير ذلك هذا موضوع متروك يعني للأحداث، ولا أريد أن أجيب على أسئلة افتراضية، لكن أتمنى أن لا يحدث ذلك، أتمنى أن يتم إشراك الجميع، لأن مستقبل السودان هو مستقبل يهم الجميع، ولأن الجميع لديهم مصلحة في فترة انتقالية، إكمال الفترة الانتقالية وتأسيس لتحول ديمقراطي جدي في البلد. نعم، الصادق الهادي المهدي كان لديه حديث يعني في هذا المؤتمر الصحفي، سأنقله لك يعني شفاهة. الرجل تحدث أنه تم إخبارهم بتأجيل أو رفع يعني الحوار الذي جرى في سلام روتانا، وهم أسموه ليس بحوارا وإنما قالوا الجلسة الإجرائية لتحديد مطلوبات الحوار. إنه فقط يعني رسلوا لهم رسالة SMS عبر الجوال وقالوا نحن علقنا الحوار ده لأجل يعني لم يحددوا لهم هذا الأجل. هل تعتقد أن هذه الطريقة كانت طريقة سليمة أم كما يقول الهادي يجب أن كان تجلس معهم الآلية وتخبرهم لماذا رفعت هذا الحوار وما الذي تريده من هذا وما كل الأسئلة التي تدور في أسهان يعني القوى السياسية التي كانت تشارك في هذه الحوارات؟ أنا كتبت تعليقا بالأمس وأشرت لهذه النقطة، قلت هل الآلية يعني ما معنى الكلام، هل الآلية تكتفي بدورها كمسهل، هل هم مسهلون للحوار أم مخربون له؟ وانتقدت هذه النقطة على وجه التحديد، وانتقاد الدكتور الصادق الهادي في محله تماما. يعني أنت إذا كنت تحترم هؤلاء الذين دعوتهم وجلست معهم في الجلسة التقنية
لكي تتفقوا على ميكانيزمات الحوار وبقية التفاصيل المتعلقة به، على الأقل ينبغي أن تظهر أنت كمتحدث باسم الآلية الثلاثية ومعك ممثلين لهم. طبعا الوقت ضيق، لكن ليس هناك أمر يعني من العجلة، حيث أنك أنت يعني ترسل رسائل نصية للمشاركين تقول لهم أنه تم تأجيل الجلسة إلى أجل يسمى يحدد لاحقا، من باب احترامك لنفسك كآلية ثلاثية، ومن باب احترامك للشعب السوداني الذي تقول أنك تريد أن تسهل لمثقفيه ولقواه السياسية أن يتحاوروا، ومن باب الاحترام لهؤلاء المتحاورين ينبغي أن تكون طريقة إعلان تأجيل الجلسة الإجرائية والتقنية بخلاف الذي حدث. نعم، يعني تم تأجيل الجلسة. البعض يقول كما قال الطيب مصطفى في مقال قديم عليه رحمة الله، تحدث أنه جونجرن حينما جاء للمفاوضات في أسمرة في مؤتمر أسمرة للقضايا المصرية استخدم صالح المهدي عليه رحمة الله وبعض القوى السياسية بما فيها المرغني كمطية، وبعدين ربطون جنب باب الغاء ودخل تفاوض بنفسه. هل تعتقد أن فولكر الآن يستخدم هؤلاء الأشخاص كمطايا من أجل أن يخضع بهم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي؟ لا، أنا لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أن فولكر طبعا هو استجاب لكثير من الضغوط ومن النداءات التي أطلقها القوى الحية في المجتمع السوداني، التي يعني عمل فولكر على تهميشها لوقت طويل وأراد أن يقوم بدوره، وإلا كان يعني ينبغي أن ينسحب من الساحة كليا. فهو يعني أنا اعتقادي هو اضطر اضطرارا للبدء في جلسات الحوار في الجلسات التقنية في السلام روتانا. نعم. ولذلك أعتقد أنه في نفس الوقت القول بأنه كان يعني يستخدم هذا ككرت ضغط على الحرية والتغيير المجلس المركزي، لا أعتقد أنه دقيق. يمكن أن يكون هذا في الاعتبار، لكن أنا أميل للتحليل الذي يقول أن الحرية والتغيير المجلس المركزي حينما رأت جدية الآلية الثلاثية وجدية مجلس السيادة والمكون العسكري وجدية القوى السياسية الأخرى في أن تتحاور وأن تحدد هي مستقبل البلد بالكيفية التي تراها، أيقنت أنها يمكن أن تعزل في مدى قريب ويمكن أن تتجاوزها الأحداث، ولذلك حاولت أن تلحق أن تهرول لتلحق بهذا الحوار. نعم، نريد أن ننتقل إلى المحور الآخر وهو ما يدور الآن في داخل حزب الأمة من بعض التصريحات وتصريحات المضادة من بعض قيادات الحزب. كان هنالك قبل يومين يعني خبر لاستقالة الفريق صديق من منصبه كنائب للرئيس حزب الأمة، وبدأت يعني البعض يعتبر أن هذا خلاف ربما داخل الحزب الأمة، وأن المكتب السياسي لحزب الأمة القومي رفض تفويض الفريق صديق رئيسا للحزب باعتبار أنه يعني قدم استقالته وأنه ربما يحدث تقارب بين العسكريين والحزب يقطع الطريق أمام القوى يعني قوى المجلس المركزي. كيف تقرأ أو كيف قرأت هذه التصريحات من قيادات حزب الأمة؟ طبعا الخلاف والتصريحات المتضاربة والمتناقضة داخل حزب الأمة ليست جديدة، وبالمناسبة القيادة ذات الخلفية العسكرية في حزب الأمة أيضا ليست جديدة، ما هو فضل الله برمة عسكري بالأصالة وكذلك الفريق صديق يعني. وبالتالي التشكيك في أنهما أقرب إلى المكون العسكري ظل قائما من القوة التي هي تعتبر نفسها أقرب إلى القوى اليسار يعني داخل الحزب. ففي الحزب تيارات، ولطالما سمعنا تصريحات من أبناء الراحل الإمام الراحل الصادق المهدي ومن المكتب السياسي ومن الأمين العام تتحدث عن هذه الخلافات الطبيعية، والحزب حزب ديمقراطي وبالتالي الرأي والرأي الآخر فيه أمر طبيعي، لكن مؤكد أنها ليست ظاهرة صحية، ومؤكد أنها تعبر عن خلاف في الحزب. هل هو خلاف جوهري متعلق بمواقف الحزب وبرؤيته للوضع الانتقالي والعلاقات مع القوى السياسية الأخرى، أم هو خلاف يعني مرحلي على قضايا غير جوهرية؟ هذا أمر لا أستطيع أن البت فيه، ومن المؤكد أن الحزب يستطيع أن يعني يفصح عن طبيعة هذا الخلاف، يعترف به أم لا ويفصح عن طبيعته. وبالتالي لأن حزب الأمة يعني ليس حزبا هامشيا حتى يتم تجاهله، وينبغي أن يدرك أن من حق الرأي العام عليه أن يشرح
المواقف المختلفة، لأنه الحزب مؤثر في الساحة أينما كان الموقف الذي يتخذه. نعم، يعني سيلتحق بنا إن شاء الله خلال هذه الحلقة الفريق صديق إسماعيل للحديث عن عدد من هذه القضايا، وسنتحدث إلى أن يعني يفلح الاتصال بيننا وبين الرجل الذي وعدنا بأنه سيكون ضيف لنا عبر الهواء. يعني البعض يرى أن إذا تم تفويض الفريق صديق إسماعيل هكذا، يعني نشرت صحيفة اليوم التالي اليوم أن هنالك قيادات تخشى أن يكون هنالك أو أن يستخدم الفريق صديق إسماعيل صلاحياته كرئيس مكلف ويتخذ قرارات ومواقف تدعم المكون العسكري في حواره مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. يعني هل هذه هي الأسباب الأساسية في هذا الأمر، ولا هناك فعلا خلافات حقيقية يتم تغطيتها بهذه التصريحات؟ لا لا، هذا حديث يعني لا أعتقد أن لا أعطيه وزنا كثيرا. ما هو كما قلت لك، يعني كان من قبله فضل برما الرئيس المكلف للحزب. نعم. ولم يتخذ مواقف منفردة. نستأذنك، الفريق معنا عبر الهاتف. سعادة الفريق، السلام عليكم. معنا عبر الهاتف الفريق صديق إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي والرئيس المكلف لحزب الأمة القومي. مرحبا بك السيد الصديق إسماعيل. مرحبا بكم، السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. أستاذ صديق، ما حقيقة استقالتكم من منصب نائب رئيس حزب الأمة القومي، وهل هنالك فعلا خلافات داخل الحزب؟ نعم، يعني حقيقة يعني نتيجة لبعض المخاشنات تم، يعني تقدمت باستقالتي، ولكن يعني رفض السيد الرئيس المكلف، وبالتالي يعني أصبحت كأنها لم تكن يعني على الأرض. نعم، يعني هل تراجعت أنت عن الاستقالة؟ طبعا ما اذا الاستقالة لم قبل اظن يعني قاقي في موقعي كما كان الحال. نعم نعم، وهل هنالك فعلا خلافات داخل الحزب سعادة الفريق؟ نعم. هل هنالك فعلا خلافات داخل حزب الأمة القومي الان؟ ليست هنالك خلافات، هنالك تباين وجهات النظر. نعم، هنالك تباين وجهات النظر، ولكن موضوع الاستقالة بأمر لا علاقة له بمسألة تباين وجهات النظر، انما هو يعني تصرف شخصي ونتيجة تقدمت باستقالتي، ولكن لا علاقة له بالخلافات داخل الحزب. نعم أستاذ، أيضا يعني سعادة الفريق هنالك تصريحات بأن المكتب السياسي لحزب الأمة يرفض تكليفكم بمنصب الرئيس المكلف، ويعني طلعناه اليوم في صحيفة اليوم التالي. إلى أي مدى يعني تعتقد أن هذا الأمر صحيح أو خطأ؟ وهذا الأمر غير صحيح، أن المكتب السياسي يعني أعطيت علما بما اتخذته مؤسسة الرئاسة من قرار، ولكن إرضاء المكتب السياسي يعني يعيد الأمر لمؤسسة الرئاسة، وكما أعتقد أن رئيس المكتب السياسي أحال الأمر لمؤسسة الرئاسة بخطاب، ولكن الرفض لم يكن يعني قرارا، وإنما كان وجهة نظر لبعض الإخوة والأحباب في المكتب السياسي، ولم يمثل يعني قرارا للمكتب السياسي على الإطلاق. نعم، طيب يعني الرفض يعتقد يعني في التصريح في اليوم التالي أن الرفض من خشية بعض القيادات في الحزب أن يعني تتم استخدام أو أنت تستخدم صلاحياتك كرئيس مكلف وتتخذ قرارات ومواقف تدعم المكون العسكري في حواره مع قوى الحرية والتغيير. الذين يقولون بهذا إن كان من داخل حزب الأمة فإنهم لا يستوعبوا كيف اتخاذ القرار في الحزب. القرار في الحزب يؤخذ من خلال مؤسسة الرئاسة، يعني مجتمع بأغلبية أعضاء، ورئيس الحزب منفرد لا يستطيع أن يتخذ قرار وفقا لنطاق الفوضى الذي يعني فوض بموجبه بإدارة الحزب بالفترة الانتقالية لحين انعقاد المؤتمر الآن. نعم، طيب سعادتك، يعني الآن هنالك حوار يجري ما بين المكون العسكري وقوى المجلس المركزي بقوى الحرية والتغيير، ونتمنى أن نسمع رأيك يعني في هذا الاتجاه. ما هو رأيك في هذا الحوار الذي بدأ بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي؟ يعني كما أعلن للجميع بأن هنالك توافقا تم بين الحريه والتغيير، وان لجنه قد شكلت لصياغه الورقه وتبادل اوراق وهكذا، ولكن يظل الامر يعني قيد البحث الى ان ينجلي الموقف وتظهر النتيجه النهائيه، ولكن هي خطوه انا اعتقد في اتجاه
معالجة الأزمة السياسية وتجاوز يعني الفضيحة التي وقعت بين يعني شركاء الفترة الانتقالية المكونة العسكرية والحريات الأخيرة خطوة إيجابية إذا أحسن استخدامها فلا شك أنها ستؤدي لانفراج كامل في إدارة البلاد. نعم، سعادتك تحدثت أنه إذا تم أو أحسن استخدامها، كيف يتم أو كيف يمكن أن يحسن استخدام هذه الفرصة؟ يمكن استخدام هذه الفرصة بأن يعني نرتضي التحاكم للوثيقة الدستورية التي أنشأت هذه الشراكة، وأن نعمل على معالجة الثغرات التي ظهرت من خلال الممارسة، وكذلك تجاوز الآثار السلبية التي ترتبت على انقلاب 25 أكتوبر، وبالقدر أيضا نتجاوز كل الأخطاء التي وقع فيها المكون المدني قبل انقلاب 25 أكتوبر. إذا توافقنا في هذا واستطعنا أن نصدر إعلانا سياسيا يكمل هذه الثغرات فإننا نستطيع أن نحسن إدارة هذه الفرصة، وإلا هنالك يعني محتاجة مزيد من الجهد. نعم، يعني أخيرا هنالك حديث أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يريد أن يحاور المكون العسكري مان تو مان أو راس لراس براون يعني حتى يستطيع أن يجد أكبر مكاسب ممكنة في السلطة، يعني في قسمة كيكة السلطة. إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع هذه المقولة؟ أنا لا أتفق مع هذه الرؤية على الإطلاق، وأعتقد أن أو من المفترض أن يكون الإخوة في المجلس المركزي أو الحرية والتغيير يستوعبوا مثل هذه الأخطاء، هذا خطأ وقع فيه قبل انقلاب 25، وهو من الأسباب التي أسرعت الخطى لحدوث هذا الانقلاب وهذه الأزمة السياسية التي تطاول أمدها لقرابة 7 أشهر. نعم. ولذلك أي محاولة يعني استثمار المسألة لتحقيق مكاسب يعني آنية فالنتيجة حقتها الحتمية ستؤدي إلى مزيد من التباعد والخطوط بين أطراف الإدارة المعنية. نعم، سعادة الفريق، يعني هنالك سؤال من بعض المتابعين يتحدث أنه توقعاتك الشخصية في أنه في حال هذا الحوار مضى، ما الذي سيفضي إليه الحوار بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير في تقديرك؟ ما سمعت كويس. يعني ما الذي بعض المتابعين في الوسائط يتحدثوا أنه يريد أن يسمعوا رأيك في أن هذا الحوار الذي يجري ما بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري إلى أي شيء سيفضي؟ يعني ماذا سيفضي هذا الحوار؟ هذا الحوار أنا كما قلت هي فرصة أتيحت لأطراف الصراع السياسي في السودان لأن يجد مخرج ومعالجة الأزمة الموجودة، فإذا استثمرت هذه الفرصة استثمارا حسنا فستؤدي بالحقيقة لمعالجة الخلاف وتؤدي بالحقيقة لصناعة استقرار جديد ويعني استمرارية الفترة الانتقالية والوصول إلى بر الأمان والانتهاء بقيام انتخابات حرة التي يتولى فيها الأمر من يختاره الشعب السوداني. إذا لم تستثمر هذه الفرصة فلا شك أن هنالك أزمة كبيرة ستترتب على مثل هذا الذي حدث. نعم، شكرا جزيلا لك الفريق صديق اسماعيل نائب رئيس حزب الأمة العربية، كنت معنا عبر الاتصال من الخرطوم. أستاذ العبيد، يعني السيد الفريق تحدث أن هذه فرصة تاريخية ربما للعبور يعني ما بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير للعبور بهذه الأزمة. إلى أي مدى تتفق مع حديثه أن هل فعلا إذا اتفق المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي سنخرج من هذه الأزمة؟ هذا يعتمد على أنه يتفقوا على ماذا؟ نعم، يعني إذا لم يكن الشيء الذي يعني يراد الاتفاق عليه أمرا مرضيا لبقية القوى السياسية سواء كان الحرية والتغيير التراضي الوطني أو المكونات السياسية الأخرى من بينها حتى قوى الحراك الوطني فلن نخرج من الأزمة. يعني قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي هي بالفعل أضاعت فرص من قبل، وكما تفضل السيد الفريق صديق هم ارتكبوا أخطاء قبل 25 أكتوبر وهم يعتقدوا أن 25 أكتوبر يعني ليس تصحيحا لتلك الأخطاء وإنما هو خطأ آخر، والخطايا لا يعالج بالخطأ. نعم. المحاولة التي جرت بين استعادة الروح لهذه الشراكة بصيغة جديدة في اتفاق 21 نوفمبر 2021 بين حمدوك رئيس الوزراء وقتها وبين رئيس المجلس السيادة فريق أول البرهان كانت من هذا. أنا أعتقد أن الذي يجري الآن هو على صلة بما جرى من قبل،
يعني كانت هنالك محاولة لم يعرف عنها الكثير، لكنها في جوهرها تمخض عن الاتفاق الذي تم توقيعه بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر 2021. نعم. وبالتالي هي محاولة لرأب الصدع داخل قوى الحرية والتغيير، ومن ثم إيجاد صيغة شراكة لقوة أخرى من خارج قوى الحرية والتغيير. أنا حينما أتحدث عن قوى الحرية والتغيير لا أتحدث عن مجموعة المجلس المركزي، وإنما أتحدث أيضا عن مجموعة الميثاق الوطني. فقوى الحرية والتغيير نفسها تريد أن أو بحاجة إلى أن توحد صفها، وإلى أن تلملم أطرافها، وإلى أن تتفق على كليات لكي يتفق مع الآخرون أو يختلفوا. هذا أمر أصبح مستبعدا، لأن الاتجاه السائد الآن لدى مجموعة المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير هم يريدوا أن يوسعوا هذه الدائرة بمن يعتقدون أنهم قوى ثورية، والآخرين يعتقدون أنها قوى انقلابية. يعني أنت عندما تقسم قوى الحرية والتغيير نفسها إلى مجموعة تؤيد الاستبداد والانقلاب، ومجموعة يعني تؤيد الحرية والديمقراطية، فأنت يعني أعطيت توصيفا خاطئا في حقيقته، وفي نفس الوقت عمقت الشرخ بين قوى الحرية والتغيير نفسها، وبالتالي ستصبح الفوارق كبيرة والمساحات كبيرة، يصعب أن تلم أو لملمتها يعني في إطار واحد. نعم أستاذ العبيد، يعني وأنت دبلوماسي، هنالك حديث عن رسالة بعثت بها الحكومة السودانية إلى مجلس الأمن تشتكي فيها من تجاوز بعض الناس المتظاهرين، يعني وأن وقوع بعض الحالات منها حالة تعدي على مراكز الشرطة وإلى ذلك. إلى أي مدى تعتقد أن هذا الحديث فعلا صدر من حكومة السودان؟ هل لديك أي معلومات في هذا الأمر؟ أنا ليس لدي معلومات يعني دقيقة أو موثوقة، لكن عموما لا أستبعده. وأتصور أن السياق الذي أتى فيه هو سياق الدفاع عن النفس أكثر من كونه سياق اتهام آخرين. لماذا؟ المجموعة التي تسمي نفسها مجموعة ناشطين، وهي أقرب إلى الحرية والتغيير المجلس المركزي، ظلت تعمل بشكل كثيف منذ 25 أكتوبر فيما تسميه بتوثيق المخالفات والجرائم التي وقعت فيها المجموعة العسكرية، وهي تصر على تسمية ذلك الفعل بأنه انقلاب، وظلت توثق لما تعتبره يعني الانتهاكات التي وقع فيها الانقلاب، سواء كان بقتل المتظاهرين أو استخدام العنف ضدهم أو كذا، وتمت الإشارة إلى ذلك طبعا، ووضعت جزء من هذه في مضابط مجلس الأمن، ووضعت طبعا لدى منظمات حقوق الإنسان. فكان لزاما الحكومة تدرك هذا أو عليها أن تدركه، كان لزاما عليها أن توضح الطرف الآخر للرواية، أنها إنما حصل تعدي فعلي، وبالتالي أتصور أن الحصر هذا أمر حتى إن لم يكون حقيقة ينبغي أن يكون حقيقة، لأن لا ينبغي على الحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي وآخرون بالزور وبالبهتان وربما برضو ببعض الحقائق يوثقوا لما يعتقدون أنها انتهاكات وقع فيها النظام بعد 25 أكتوبر. فأتصور أن هذا هو السياق الذي أتت فيه هذه الرسالة، وربما هي رسالة على الأقل إذا ما أريد أن يتخذ مجلس الأمن قرار أن يكون لديه أكثر من وجهة نظر لكي يبني وفقا لها، وربما حتى يعني على مستوى وزارة الخارجية، تمت وزارة الخارجية والأجهزة التي تتعامل مع الخارج تم التنبيه لهذه الثغرة، وهنالك محاولة لردم هذه الهوة في الموقف السوداني. نعم، وأنت دبلوماسي كما أشرنا، هل تعتقد أنه يمكن أن تغير في قرار مجلس الأمن أو تغير في خارطة الواقع الذي يفترضه مجلس الأمن للتعامل مع السودان؟ هي تؤثر، ما في ذلك شك. هنالك منبرين، يعني المنبر بتاع مجلس الأمن، ومجلس الأمن لا أعتقد أنه هو بصدد اتخاذ قرار يعني بشأن هذا الموضوع على وجه التحديد، هذا يكون ضمن سياق كلي، وأتصور أنها أيضا ستكون موجهة إلى مجلس حقوق الإنسان، والخبير الأممي آدم دينغ هو معني بهذا، وبالتالي يعني التقرير الذي هو يرفعه، وأكيد لديه يعني تمت تغذيته بكثير جدا من المواد من خلال عمل المنظم الذي قام به ناشطون في إطار يعني ما أسميه أنا تشويه صورة البلاد، أكيد أنه هنالك حاجة لسماع وجهة نظر أخرى. هو طبعا زار السودان والتقى الجهات الرسمية، وهنالك جلسة لمجلس حقوق الإنسان أعتقد أن وزير العدل مشارك فيها، وبالتالي ستكون هنالك
دعنا نسميها معركة دبلوماسية على مستوى مجلس حقوق الإنسان، وتكون الرسالة هذه، يعني ربما تكون الرسالة هي في حقيقتها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وليس لمجلس الأمن. نعم، الحديث عن آدام دينغ يقودنا إلى ما قاله الرجل. الرجل تحدث أنه وهو كما معلوم يعني خبير أممي معني بحالة حقوق الإنسان في السودان، طلب من المتظاهرين تجنب أعمال العنف للحفاظ على السلمية. هل هذا دليل إدانة ضد بعض المتظاهرين في تقديرك؟ لا، هو دليل اعتراف على أن هنالك أيضا تجاوزات ارتكبها المتظاهرون، وطبعا هو لا يستطيع أن يتجاهل هذا لأنه هنالك وقائع على الأرض، يعني موثقة حتى إعلاميا وموثقة وسط الجهات الحكومية. هنالك نظاميين قتلوا وفيديوهات وثقت ذلك، هنالك ضابط شرطة رفيع قتل الآن تجري محاكمة المتهمين بقتله، هنالك مراكز شرطة دمرت وحرقت، هنالك آليات شرطة حرقت، يعني هنالك عنف متبادل دعنا نقول من من الطرفين. وبالتالي الحديث عن ان المظاهرات سلميه وينبغي ان لا تتعرض السلطات الى المظاهرات السلميه، هذا حديث فيه نوع ايضا من تغبيش الوعي. حقيقه هنالك مظاهرات سلميه، لكن في نفس الوقت هنالك من يستخدمون هذه المظاهرات للتعدي على الشرطة وعلى آلياتها وعلى أفرادها، وبالتالي هنالك تجاوز، يمكن أن نقول هنالك تجاوز من الطرفين. نعم، أدام ديك أيضا أستاذ تحدث على أنه يجب من المكون العسكري أن يقوم بحماية المتظاهرين الموجودين في الشارع، ويابد أن يكون هناك يعني إجراءات ملموسة واضحة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في البلاد. يعني كما أشرت أنت أنه يتحدث في جانبين أكثر من جانب، هل تتوقع أن يعني هذا الحديث الأخير ينفي الحديث الأول، حديث أن هنالك يعني بعض التفلتات من بعض المتظاهرين؟ لا، هو بالمناسبة هذا حديث نظري، يعني في كل الدول التي تحترم التظاهر وحق التظاهر السلمي وكذا، ويدعي يعني المنظمون لهذا التظاهر أنهم سلميين، ينبغي أن يحددوا مع الشرطة المكان الذي يريدون أن يتظاهروا يصلوه بمظاهراتهم، طبيعة الشعارات التي يريدوا أن يرفعوها، يؤكدوا على سلميتهم، لا يعيقوا حق الآخرين في الحركة وفي الوصول. يعني نحن الآن لا نتحدث عن مظاهرات سلمية، ما في شك أن هنالك كثير من عدم السلمية في هذه المظاهرات. يعني أنت حينما تغلق الشوارع بالطوب وتحول دون حق المواطنين في أن يتحركوا بحرية داخل المدن أو لقضاء أغراضهم أو حتى للذهاب إلى مصالحهم، يعني وهنالك حديث عن حالات يعني إسعاف فشل في أن يوصل مرضى أو نساء حوامل أو خلافه إلى المستشفيات بسبب التتريس الذي يقوم به المظاهرون، يعني قلق الشوارع. وبالتالي هنالك انتهاكات لحقوق مختلفة، يعني حقوق متظاهرين وحقوق مواطنين عاديين. أي ناظر لهذا المشهد يريد أن يأتي إلى يعني توصيف دقيق، ينبغي أن يحمل المسؤولية للطرفين. طبعا مؤكد أن مسؤولية السلطة دائما هي أكثر من مسؤولية المواطنين العاديين، ما في ذلك شك، لكن هنالك حاجة لأن يلتزم الجميع بالسلمية. نعم، البعض يتحدث أنهم يعني يتم تتريس هذه الشوارع وإغلاقها خوفا على أنفسهم، يعني هنالك من يأتي بالطرقات ويستخدم هذا مستخدم رصاص يعني يقتلنا، هكذا يتحدثون أنهم يعني هذا التتريس، وإنما القرض الأساسي منه حماية أنفسهم من الموت. يعني ما أنت أصلا إذا تريد أن تتظاهر ينبغي أن تحدد المكان في كل العالم. دعنا نتحدث عن الدول التي يقال أنها يعني موئل الحريات يعني والديمقراطيات، الدول الغربية على وجه التحديد. نعم. أنت تحدد أول حاجة تحدد يوما للتظاهر، يعني لا تتظاهر أيام العمل وأثناء ساعات العمل، لأن هنالك الناس يسبون إلى أعمالهم، يختاروا يوم العطلة ويختار المكان ويخطر الشرطة من ذلك، ولا يستخدم يعني لا حجارة ولا خلاف. هو يعني أنا لا أتصور أن الشرطة من تلقاء نفسها تهاجم أو تقتل أو خلافه إذا كانت المظاهرات سلمية، لكن أنت إذا كنت تتظاهر وتشيع يعني تستخدم أدوات عنف في المظاهرة أو حتى خطاب عنف وخطاب كراهية، لابد أن تتصدى لك السلطات. وبالتالي أنا شخصيا أعتقد أن المسؤولية تقع على الطرفين بأقدار متفاوتة، لكن لا نستطيع أن نجعل هنالك طرفا
بريئا بشكل مطلق وهنالك طرفا مجرما. من حق المواطن العادي غير المتظاهر على السلطات وعلى الشرطة أن تفسح له الطريق، وبالتالي حينما أنت تغلق الطريق وتأتي الشرطة لفتح الطريق وأنت تهاجمها، إذن أنت أعقت الشرطة من أن تقوم بواجبها الذي يعني يتحتم عليها كحقوق لمواطن آخر غيرك أنت المتظاهر. فالموضوع ليس بهذه البساطة، هنالك حقوق كثيرة تنتهك بواسطة هذا التظاهر. ينبغي أن ينظم التظاهر كحق مكفول، ويجعل يعني ممكن يكون كل الوقت تظاهر، يعني تتظاهر بشكل يومي أو بشكل أسبوعي أو كذا يعني. نعم. أنت تحتاج أن تبلور موقفك السياسي والقضايا التي تظاهر من أجلها في موقف سياسي وتعبر عنها، وهنا يحترمك الجميع ويستمعون إليك. نعم. شكرا جزيلا أستاذ العبيد، بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الكرام في كل مكان إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد السوداني. شكرا لضيفنا داخل الأستوديو الأستاذ العبيد مروح الدبلوماسي السابق والكاتب السياسي. ختاما لكم تحياتي والفريق العامل في أمان الله.